السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم صبايا. اليوم أنا عم بعمل كنزة لبنت عمرها تسع سنين، بخيط الأليز 100 غرام، صبايا 100 غرام. أنتوا بتشتغلوا بالخيط اللي بدكم إياه، أنا عم بشتغل بهذا الخيط، حاطة السكري مع الزهري. أنتوا شو بتحبوا تحطوا حطوا، أنا هيك حابة الموديل هذا. والرسمة كتير بسيطة وكتير سهلة وفيها تكرار كتير، راح نعملها بكل سهولة بإذن الله. أنا عاملتها على النمرة 5، على الإبر النمرة 5 صبايا، مشتغلة سطرين بالغرزة الوجه والمقلوبة، وبعدين مشتغلة بالغرزة المرينيت 6 سطور يعني 3، وبعدين راح نبلش نعمل نحن وإنتوا. راح أعملكم إياها على مبدأ صغير مسطرة صبايا، هون حاطة أنا مثل البداية كم دور بالغرزة المرينة. انتو فيكم تحطوها كلها غرز 2 باتنين أو وحدة بوحدة، مثل ما بتحبوا البداية ومثل ما بتحبوا تحطوا. هون أنا هون حاطة 7 غرزات، بالاتجاه الثاني حاطة 7 غرزات. انتو هاي بتحطوا مثل ما بدكم، هاي بالغرزة المرينة على الوجهين، وهاي الغرزة هذا وجهها صبايا وهذا ظهر الشغل تبعيتها. في كتير صبايا قال ما بدنا بس رسمات جدلات، بدنا رسمات مختلفة، وانا منزلة جدلات ومنزلة او بسموها انتو ضفائر. هلا رح نبلش بسم الله، بعد ما عملنا سطرين بالدرز بالغرزة المرينة رح نبتدي مثل ما مبتديين هون، هون بالغرزة المرينة، بعدين بيجي عنا هذا السطر، هلا رح نبلش صبايا مثل ما شفتوا بتعملوا انتو قد ما بدكم بالغرزة المرينة. انا هون رح حط 3 للطرفين بالغرزة المرينة. هلا نبتدي خطوة بخطوة صبايا، هلا هذا الدور كله معنا بالغرزة اللي تحت. هلا شوفوا صبايا قديه فيها تكرار وقديه سهلة. هلا عملنا مثل ما شايفين، بدينا هذا السطر ما في شي كله لتحت صبايا، بظهر الشغل. انا هون مثل ما قلت لكم الكنزة عاملة 7 بـ7، انا هون المسطرة عاملت لكم 3 بـ3 للعينة، انتو حطوا قد ما بدكم صبايا. نشتغل 3، بعدين برفع الخيط لفوق، بشتغل بالغرزة المقلوبة السطر كله. انا عاملتها 67 غرزة على النمرة 5 صبايا، وسعة منيح وكتير حلوة. بقى ان شاء الله انتو تعجبكم، بتعملوا انتو على الوسع اللي بدكم اياه والحجم الطفل اللي عم يعني كل طفل له حجم صبايا بيختلف عن التاني. هون 3 مثل ما قلنا، برجع بنزل الخيط وبشتغل 3 بالغرزة المرينة الوجه. هلا مثل ما شايفين رح ارجع اشتغل كمان غرزة وجه. للمبتدئين الصبايا كتير سهلة عليكم هاي الغرزة صبايا، هاي كمان السطر هون ما في شي صبايا، ما في شي السطر ابدا ابدا، مثل اول سطر صبايا بالغرزة الوجه. مثل ما شفتوا صبايا هذا تكرار للسطر الاول، ما بيأثر معنا البداية من هون ومن هون، كله لغرزة لتحت. هلا هون عنا اختلاف، بالسطر الماضي عملنا 3 بـ3 غرزة مرينة وجه لتحت، وعملنا الباقي غرزة مقلوبة. هلا بدنا نعملهم كلهم بالغرزة لتحت صبايا كلهم. صبايا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس مشان تساعدونا على نشره يوصل لعدد كبير من الصبايا المبتدئين، يتعلموا ويستفيدوا ونستفيد نحن وانتم بإذن الله.
هلا انتم ماشيين معي خطوه بخطوه، شفتوا هلا شو صار معي؟ يعني انا هلا سويت هذا الهون، هلا صبايا هلا رح اعمل 2-4 سطور بالغرزه المرينه، يعني على الوجهين، على الوجهين غرزه لتحت. هلا عملت اول سطر، يعني كتير فيها غرزات اللي لتحت صبايا. هلا بدي ارجع كمان تابع على نفس المبدأ، ظهر الشغل كمان نفس المبدأ صبايا، كمان بالغرزة اللي لتحت، غرزة الجورسي، غرزة ال احنا بنقلها وجه، ناس بتقلها لتحت، بقى كل بلد وحسب شو بيسميها صبايا. يعني عندي هلا انا 4 سطور تيصيروا عندي خطين، بدي ضل اشتغل الوجه والمقلوب نفس غرزة الوجه. ليكوا صبايا صاروا 2 هلا. هلا طول ما هني ماسكين الابرة معناتها هسه بدي اشتغل سطر، هذا بوجه الشغل صبايا، بدي اشتغل هذا السطر مثل ما شفتوا، يعني لا بدها عدد ولا بدها شيء، سهلة. بس كنت انتبهوا بس على البداية كم وحدة حاطين بدور القفا تعدوهم، يعني كل 4-5 سطور بيجيكم دور قفا مرة أو مرتين ما أكتر يا صبايا. هلا بدنا نعمل، هلا خلصنا الغرزة المرينة صاروا 2 صبايا. هلا بدي اشتغل مثل السطر الثاني، 3 لتحت، انا حاطة هون 3، انتو بتحطوا اللي بدكم اياه، بترفعوا الخيط لفوق بتشتغلوا بقية الدور لنهاية السطر بالغرزة المقلوبة صبايا. هلا عم نأسس للآجور، هلا بدنا نعمل الآجور. هلا 3 هلا مثل ما شايفين صبايا بدي بلش اعمل الاجور، يعني هلا وصلت لهذا السطر صبايا، وصلت بدي اعمل هدو رسمتنا يعني من هون لهون، والباقي تكرار صبايا. هلا بدي اشتغل 3، بعدين برفع الخيط لفوق، برفعه لفوق، باخذ 2 مع بعض بهاي الطريقة، برجع برفع الخيط لفوق صبايا، باخذ 2 مع بعض، برفع خيطي لفوق، باخذ 2 والخيط لفوق صبايا، هيك برفع الخيط لفوق، باخذ 2 بهاي الطريقة وخيطي لفوق، بلفه هيك وهيك باخذه، برفع الخيط لفوق، باخذ 2 مع بعض، عم بعمل آجور. برفع الخيط، هلا ضل عندي وحده ما مشكله بتضل. هون انا ما حطيت وحده، لفيت وعملت دغري، فينك مره تعمليها من هون مره بتعمليها من هون مثل ما بدك، واذا عندك غرزات زياده وحده من هون وحده من هون كمان بيصير تتركيهم. تشتغلي 3، يعني ما انك ملتزمه بعدد فردي عدد زوجي ما بيهم صلاه. هلا مثل ما قلت لكم انتم بتنتبهوا على الكم سطر اللي عم بعملهم اول شيء، وبعدين بتشوفوا كله الباقي تكرار. هلا 3 مثل ما هن بيجوا، بعدين عنا هون بعد الاجور غرزه مقلوبه، غرزه مقلوبه كل السطر صبايا بالغرزه المقلوبه، واللفه بتشتغلوها غرزه صبايا بهاي الطريقه، نلفه غرزة عشان ما يروح منكم غرزات، بدكم تنتبهوا. نرجع هون صاروا غرزات وجه، مثل ما شفتوا صبايا طلعت الآجور معي،
هون هلأ صبايا أنا خلصت هلأ من هون لهون، هلأ بدي أرجع أكرر الغرزة المرينة مشان يطلع معي هدول السطور. صبايا بدي أعمل 4 سطور. طبعا هلأ هو وجه بضل بيشتغل كمان لتحت. مثل ما شفتوا صبايا غرزة كتير سهلة وكتير دارجة، عم بيعملوا منها للصبايا للشالات للطاقيات، شو ما بتحبوا بتصير معكم، يعني بتشتغل معك مشاريع كتيرة وحلوة، وفينك تغيري فيها تعملي بدك اياه. مثلا هلا مثل ما شفتوا السطور كلها بالغرزة الوجه، هلا ما اشتغل 4 سطور تيطلعوا معي سطرين. هذا هي رسمة صبايا مثل ما شايفين، هسا هالسطرين والباقي بصير كله عندك تكرار من اول العمل لاخرته. هدول الخطوات اللي عملتهم بدك تكرريهم تينتهي العمل عندك، بتبتدي مثل ما ابتديت من اول سطر وبتكرري صبايا، يعني ما في ابدا صعوبة وما في انه نسيت او كذا، سهلة كتير وبسيطة. مثل ما شايفين طلع عندي اول سطر، هسه بدي اشتغل روحه رجعه صبايا. ان شاء الله تكونوا هيك عجبتكم وتنفذوها، تكون وضحت عليكم. هاي هي الرسمة صبايا. هلا انا هيك مثل ما قلت لكم اسا هون الماسكة بالابرة بدي اشتغل اسا هذا السطر الوجه، بعدين بشتغل مقلوب، بعدين بصير عندي هون، وبعدين بدي كرر صبايا. لهي ما في داعي اسا ارجع عيد وكذا، يعني بعد هالسطر بدي اشتغل سطر لتحت، سطر مقلوب، وبعدين بيرجع سطر وجه، بعدين بنعمل 4 هدول والاجور. يعني هذا المبدأ تبعها مثل ما شفتوها صبايا، هذا هو المبدأ تبعات كله تكرار بتكرار. يعني انا اشتغلت لكم من هون لهون، ترجعوا انتوا بتكرروا من البداية لهون هيك تينتهي العمل تبعكم. وان شاء الله تكونوا شفتوها سهلة معنا صعبة، واهلا وسهلا فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.